أوكي، فهذه هي القوانين، هي كلها نفسها، كلها تابعة للقانون الأول بس تحويلات بسيطة. هذا القانون الأول للملي إكوفالنت. طلاب، إحنا الملي إكوفالنت بالمسائل عندنا طريقتين لحلها. الطريقة الأولى هي طريقة القانون، هذه تحفظون القانون العفو وتطبقون. الطريقة الثانية هسه راح نجي عليها، انتوا أحرار تستخدمون الطريقة اللي انتوا ترتاحوا لها واللي يشوفوها مفهومة أكثر بالنسبة لكم. هسه هذا القانون صار واضح عندنا، نجي هنا. طبعا احنا نحتاج الإكوفالنت ويت. فالإكوفالنت ويت طبعا المفروض تعرفونه من معلوماتكم، انه الإكوفالنت ويت هو شو يساوي؟ هو يساوي المولكيولر ويت او الاتوميك ويت على البالانس. دائما الإكوفالنت ويت اللي راح نحتاجه يساوي المولكيولر ويت على الفالنس. فاحنا قلنا الطريقة الأولى لإيجاد لحل المسائل الملي إكوفالنت هي القانون. الطريقة الثانية شنو هي طلاب؟ هذه الطريقة الثانية، نقول ملي إكوفالنت يساوي 1 على 1000 في جرام إكوفالنت ويت. يعني شنو؟ يعني الإكوفالنت ويت بس بالجرام، مجرد تضرب الإكوفالنت ويت اللي هو الوحدة مالته جرام في 1 على 1000 يطلع لنا الملي إكوفالنت. فتطبق هاي الطريقة أو تطبق طريقة القانون، الاثنين صحيحات، بس بالامتحان أريد طريقة واحدة تنكتب، يعني مو تحلوا لي بطريقتين. ما شو هسه ناخذ أمثلة عليهم وتشوفون الطريقة الأسهل لكم تطبقوها. طبعا عندنا هذا الجدول طلاب، هذا الجدول عندنا نعطينا الأيونز، وعندنا مركبات كل وحدة، مثلا هسه هنا الألمنيوم كل وحدة الفالنس مالتها، الفالنس والأتوميك ويت والإكوفالنت ويت. المطلوب من عندكم طلاب انه تحفظوا لي بس الفالنس، بس هذا المفروض انتم يعني تعرفوها، هواي معناتها تعرفوها مرة عليكم. الألمنيوم 3، الأمونيوم 1، الكالسيوم 2، المفروض تعرفوها ماشي يعني. فهذه حفظ، اما الاتوميك ويت والمولكيولر ويت هذه احنا نعطيكم اياها بالسؤال، والاكوفالنت ويت هاي انتم تطلعوه. شلون تطلعوه؟ احنا نعطيكم المولكيولر ويت وتطبقون القانون، يعني الاكوفالنت ويت يساوي المولكيولر ويت على الفالنس. قبل ما نجي الى المسائل خل اشوف الشات اذا احد عنده سؤال. لا ما يجي سؤال يجبرنا، لا انا طبعا ما اجبركم على طريقة معينة للحل، انتوا تحلون بالطريقة اللي انتوا ترتاحوا لها. الحفظ هو فقط طالب يسأل لي على الحفظ، تحفظون فقط الفالنس، كل مركب او كل اتوم شنو هي الفالنس مالتها تجينا بالسؤال. طلاب اذا لحد الان مفهوم حتى ننتقل إلى حل المسائل. أوكي، ماكو شيء. ليش أشوف الشات من الموبايل؟ شنو الفرق يعني؟ أسرع يلا، وش ورانا؟ احنا عندنا ساعتين. يلا يعني هسه نرجع مرة ثانية، هسه يعني نرجع مرة ثانية إلى التكملة. هسه نجي طلاب إلى عندنا هذا المثال. What is the concentration in milligram per mole of solution containing 2 milli equivalent of potassium chloride per mole؟ يعني احنا عندنا solution، هذا solution التركيز مالته معطينا اياه بالسؤال هو 2 milli equivalent، هو طبعا potassium chloride 2 milli equivalent per mole، 2 milli equivalent per mole concentration مالته. وش اريد؟ اريد ال concentration بالمليجرام per mole. فشو راح نطلعها بالمليجرام per mole؟ قلنا عندنا طريقتين، الطريقة الأولى هو الطريقة الأولى دي يطبق هذه هنا، اذا يطبق هذا القانون مالت الملي ايكوفالنت يساوي 1 على 1000 في جرام ايكوفالنت ويت. فشلون بده يطبقه؟ هنا طلاب انتبهوا،
عندنا اول شيء راح نجي نقول هو المركب مالتنا شنو هو؟ كي سي ال، بوتاسيوم كلورايد. مولكيولار ويت اوف كي سي ال، هذا احنا الان اعطيكم اياه بالسؤال. مولكيولار ويت اوف بوتاسيوم كلورايد يساوي 74.5. اوكي، بما انه بوتاسيوم كلورايد الفالنس مالته هو واحد، اذا الاكوفلنت ويت مالته هو ايش قد راح يكون؟ ايضا واحد. زين، فالمولكيولار ويت مالته نفس الاكوفلنت ويت لانه التكافؤ مالته واحد. اذا نكتب نقول اكوفلنت ويت اوف بوتاسيوم كلورايد ايضا هو نفسه 74.5. نيجي نطبق القانون. القانون يقول من الاكوفلنت يساوي واحد على الف في الاكوفلنت ويت بالجرام. فإذا واحد من الإكوفلنت أوف بوتاسيوم كلورايد يساوي واحد على ألف في 74.5 جرام. زين، فيطلع لنا الناتج بالجرام هو 0.0745 بالجرام طلع. نجي نحولها للمليجرام، هاي المفروض تعرفون انتو شلون تحولون، تضربونها في ألف فيطلع عندنا 74.5 مليجرام. إذا بالنهاية طلاب كل واحد من الإكوفلنت of potassium chloride راح ينطيني 74.5 ملي جرام. اوكي، كل واحد ينطيني 74.5 ملي جرام. زين، اذا هو بالسؤال 2 ملي اكوفلنت ايش راح يصير عندنا؟ اذا نضرب هذا في 2، اذا 2 ملي اكوفلنت of potassium chloride راح يساوي 74.5 في 2، فبالنتيجة راح يصير الانسر هو 149 ملي جرام بير مول. هاي الطريقة، هاي طريقة أولى للحل. الطريقة الثانية هي طريقة القانون. فجاب القانون اللي قبل شوية خطوة واحدة بس، هاي الطريقة الثانية مو مثل هذا، يعني كم خطوة. الطريقة الثانية الملي جرام بير مول يساوي ملي إكوفلنت بير مول، المفروض ملي إكوفلنت بير مول في الموليكيولار ويت على البالانس. فالملي إكوفلنت بير مول هو ايش قد معطينا اياه؟ 2 في 74.5 على 1 يطلع لنا مباشرة 149. الطريقتين صحيحة، ماشي، فأنتوا تحلوا لي بواحدة من الطريقتين. أنا بالنسبة لي أشوف إنه طريقة القانون أسهل وأريح وما تدوخ، ما بها تفاصيل. هذه الطريقة الأولى هم سهلة، بس شنو هذه يرادلها طلاب؟ يرادلها ممارسة، يعني يرادلها تحل هواية أسئلة حتى إيدك تاخذ على الحل. بس الطريقة الثانية لا، مجرد القانون وطبقه، ماشي. فهذه بالنسبة إلى هذا السؤال. أوكي، هسه أحد عنده سؤال علي؟ أحد عنده سؤال طلاب؟ خلينا نشوف. منو عنده سؤال خلي يسأل. ايه شنو السؤال؟ رؤى، مو هو مكتوب بالجدول. رؤى، كل مركب اذا هو عنصر واحد كاتب، واذا بشكل مركب هم كاتب. لا تضربيهم ولا تجمعيهم، يعني هو مثل ما موجود بالجدول، يعني هو كاتب هسه بالجدول. اذا شوفي مكتوب ألمنيوم، كاتب ألمنيوم وحده، هو ثلاثة. زين، بس من تاخذينها مالت المركب، يعني اذا يعطيش مركب، المركب يعني ككل تاخذيها للمركب ككل. يعني هسه الكي سي ال، الكي سي ال من التكافؤ مالته شقد؟ هو واحد. البوتاسيوم هو واحد والكلورايد هم واحد، فهو نفس الشيء يعني. اي طبعا، ما يجي غير هن هذني انس دا يسأل. اي هن هذني، انا ضمن الجدول اجيب لكم، ما اجيب لكم فتشي يعني خارجي. أعيد الطريقة الأولى، ماشي، هسه أعيد الطريقة الأولى، تمام، أوكي، نعيد الطريقة الأولى، طلاب عندي الطريقة الأولى القانون الأساسي مالتها هو هذا، الملي إكوفلنت يساوي واحد على ألف في إكوفلنت ويت بالجرام. فالطريقة الأولى شرح نقول أول شيء المركب مالتنا هو البوتاسيوم كلورايد، ماشي، فنقول الموليكيولار ويت البوتاسيوم كلورايد
والكلوريد وبوتاسيوم كلورايد يساوي 74.5. إذا أنا شنو أحتاج بالقانون؟ أحتاج equivalent weight، ما أحتاج molecular. لكن أنا من أطلع ال equivalent weight أطلع من المولكيولر weight. فإذا ال equivalent weight of potassium chloride هو نفس هنا المولكيولر weight، لأنه الفالنس مالته مالت المركب هو واحد. إذا نقول واحد من ال equivalent للبوتاسيوم كلورايد يساوي 1 على 1000 في 74.5 جرام. أوكي، فطلع لنا الناتج بالنهاية هو 74.5 مللي جرام. هاي 74.5 مللي جرام هي تكافئ لواحد ملي اكوفلنت. زين، إذا احنا بالسؤال عندنا 2 مللي اكوفلنت، فلازم شو نسوي هنا؟ كأنما سوينا نسبة وتناسب، راح نجي نضرب الاثنين في 74.5، فيطلع لنا الناتج النهائي هو 149 ملي جرام بير مول. يعني بالطريقة هاي الطريقة الأولى هسه اللي نحل بيها. أول شيء تحكي على المولكيولار ويت، بعدين تطلع من عنده الايكوفلنت ويت، وبعدين تطبق القانون مال 1 من الايكوفلنت يساوي 1 على 1000 في الجرام ايكوفلنت ويت، وبعدين نشوف اذا تحتاج تسوي نسبة وتناسب او ما تحتاج. اي، فشوية هاي الطريقة بيها تفاصيل اكثر من طريقة القانون. تمام، مفهوم؟ اذا تكافؤ 2 شلون حينحل السؤال؟ راح تقسمين المولكيولر ويت، فراح تسأل اذا تكافؤ 2 شلون ينحل السؤال. نقسم المولكيولر ويت تقسميه على 2 حتى يطلع لك الايكوفالنت ويت، وبعدين تكملين حل السؤال. وهسه راح ناخذ امثله عليه بعد اكثر. الوحده، يعني شلون الوحده شلون طلعت هيش بالناتج؟ الوحده مبينه واضحه. لحظه، هذه الوحدة ملي جرام بير مول. لأن احنا الوحدة ليش طلعت قصدكم ملي جرام بير مول؟ لأن احنا شنو عندنا هنا؟ عندنا هاي 2 مو ملي اكوفلنت وحدها، هاي 2 ملي اكوفلنت بير مول. بعد السؤال 2 ملي اكوفلنت بير مول، فأني هاي 2 ملي اكوفلنت من جن ضربتها في 2، يعني أنا ما لغيت البير مول مالتها، لا موجود، بس خليناه بالأخير بالنهاية بنهاية الوحدة. تمام؟ المول موجود بالسؤال، المول موجود بالسؤال عندي هسه، مفهوم؟ إذا مركب من مادتين سهلة ما بيها شيء. هسه راح ناخذ أمثلة وراح أشرح لكم شلون الفالنس إذا مركب من مادتين. يلا خلي نكمل هسه، نكمل هسه ما دام أنتم يعني مكنكين وياي لحد الآن. اوكي، ناخذ مثال اخر. مثال اخر يقول what is the concentration in gram per mol. بعد هنا هم عندنا جرام بير مول، يعني لا تقولي لي بعدين المول منين جتي. what is the concentration in gram، بس هنا بالجرام مو مليجرام، in gram per mol of solution containing 4 milli equivalent of calcium chloride per mol. calcium chloride per مول. فهنا عندنا طلاب شو يريد هنا؟ يريد الكونسنتريشن بالجرام بير مول، ومنطينا بالسؤال هو انه الكونسنتريشن مالت الكالسيوم كلورايد هو 4 ملي اكوفلنت ايضا بير مول. فايضا هذا راح نحله بالطريقتين طلاب. الطريقة الأولى هي طريقة الواحد على ألف في الجرام اكوفلنت ويت. نجي هنا المركب عندنا هو الكالسيوم كلورايد. الكالسيوم كلورايد المولكيولر ويت مالته هو 147. زين طلاب، الكالسيوم كلورايد عندنا الكالسيوم التكافؤ مالته هو 2 مو، والكلورايد التكافؤ مالته هو 1 مو. فاحنا على اليوم من نعتمد على الكالسيوم، يعني بقى هسه حتى الكالسيوم بالمركب صار CaCl by 2، عفوا CaCl2، يعني التكافؤ مال الكالسيوم هو اللي حكمنا بالنهايه. فاذا احنا بهاي الحاله هذا كمركب كله التكافؤ مالته راح يكون هو 2. اذا من راح نجي نطبق القانون راح نقول المولكيولر ويت اوف كالسيوم كلورايد 147. اذا الايكوفالنت ويت مالته ايش قد؟
راح نقسم على 2، لأن البالانس عندنا هنا هو 2، فإذا صار عندنا 73.5. 73.5 هذا هو الإكوفلنت ويت. إذا نجي نطبق القانون، راح نقول 1 ملي إكوفلنت أوف كالسيوم كلورايد راح يساوي لنا 1/1000، 1/1000 في 73.5 جرام، فيطلع لنا بالنتيجة الجواب هو 0.0735 جرام. زين، إذا هسه أنا كل 1 ملي إكوفلنت راح يساوي لي 0.0735 جرام. زين، إذا إحنا بالسؤال عندنا 4 ملي إكوفلنت، فلازم إيش راح نسوي؟ هذا نضربه في 4، فبالنتيجة راح يطلع عندنا 0.294 جرام بير مول. جرام بير مول طبعا إحنا بدنا نقول هنا جرام بير مول، جرام بير مول، لأنه بالسؤال إحنا أصلا عندنا، العفو، بالسؤال اصلا احنا عندنا هو 4 ملي اكوفلنت بير مول، فراح يطلع لنا النتيجه هي 0.294 جرام بير مول. اوكي، زين طلاب، بالنسبه للطريقه الثانيه هنا هو مكاتبها ما حاكي عنها، بس انتوا هسه لو تجون يومكم ورقه وقلم مثلا وتكتبونها الطريقة الثانية نطبق القانون بها، راح يطلع لنا نفس الناتج بالضبط وبخطوة واحدة. زين، نفس السابق، شنو عندنا احنا؟ القانون مالتنا هو يريد ملي جرام بير مول، او هنا جرام بير مول. جرام بير مول راح يساوي لنا الملي اكوفلنت، نفس هذا السابق، راح يساوي لنا ملي اكوفلنت بير مول، زين، في الموليكيولار ويت على 1. فراح نجي راسا مباشرة نطبق، راح نقول 4 ملي اكوفلنت في الموليكيولار ويت 147 على الفالنس راح يكون 2 بهاي الحالة، فراح يطلع عندي الناتج النهائي مثل هذا مباشرة. أما بالنسبة إلى هذه طريقة ثالثة، هنا أنا حال بيها السؤال، هاي يسموها الدايمنشنال اناليسيس، هاي طريقة معقدة جدا، فأني هاي الطريقة ما أريدها من عندكم، أنا أريدكم بس تضبطوا لي هالطريقتين وواحدة من عندهم تطبقوها. فهاي بالنسبة لهذا السؤال، إذا أحد عنده سؤال يسألني. There are 162 participants in the conference. The recording has started. هسه اجي على اسئلتكم، ظهر هواي اسئله اكو. لحظه، لان هو ملح نعتمد على الجزء الموجب، لا مو لان هو ملح نعتمد على الجزء الموجب منه، احنا نعتمد على الماده، على الجزء اللي تكافؤ مالته اعلى، نعتمد يعني هسه عندنا كالسيوم كلورايد، الكالسيوم تكافؤ اشقد 2، والكلورايد 1، احنا اعتمدنا على الكالسيوم. اوكي، ما مو على الجزء الموجب او السالب. زين، هسه ليش ما نحول للمليجرام؟ لانه هو رايد الجواب يعني العفو رايد الجواب بالجرام، جرام بير مول، فليش دا احول اني للمليجرام؟ هو رايد ان جرام بير مول. الطريقة الثانية قصدكم، أعيد، الطريقة الثانية مالت القانون، يعني هو مبين القانون قدامك، طبقه تطبيق مباشر. يعني ايش راح تقول؟ راح تقول انه الملي جرام او الجرام بير مول، هنا رايده بالجرام بير مول، يساوي ايكوفلنت بير مول في الموليكيولار ويت، في الموليكيولار ويت على التكافؤ. فاحنا شنو عندنا؟ الجرام البير مول موجود، الملي ايكوفلنت عفوا موجود اللي هو 4، في تضربه في الموليكيولار ويت احنا بنعطيكم اياه، وبعدين تقسم على التكافؤ، هي هاي الطريقة الثانية.
احنا مو اخذنا تكافؤ الكالسيوم، اخذنا تكافؤ الكلور. هو كمركب التكافؤ مالته كله بالنهاية راح يصير 2. ليش؟ لانه الكلورايد التكافؤ مالته 1، فاحنا اعتمدنا على التكافؤ الاعلى، على تكافؤ الايون الاعلى. تكافؤ الكلور 1، هو يعني الكلور ما اثر على الكالسيوم، الكالسيوم هو اللي اثر على الكلور بالتكافؤ مالته. هو يريد كونسنتريشن، هو كاتب بالسؤال، كاتب رايده بالجرام بير مول، مو كاتب قدامكم، تبع السؤال رايده بالجرام بير مول. يعني انتو ترجعون تسألون هو على اي اساس اخذ تكافؤ الكالسيوم. طلاب عيني، هو الكالسيوم كلورايد هو CaCl by 2، مو صحيح؟ اذا الكلورايد ما اثر على الكالسيوم، الكالسيوم هو اللي دا ياثر على الكلورايد وانطاه التكافؤ مالته، بحيث ذرتين من الكلورايد يلا اتحدت ويا ذرة كالسيوم. اذا التكافؤ بالنهاية راح يرجع للكالسيوم، يعني راح يصير التكافؤ الكلي هو 2. مثلا اعطيكم مثال، مثلا الالمنيوم كلورايد، الالمنيوم مو 3 تكافؤ مالته، يعني يصير AlCl by AlCl 3. فالتكافؤ ايش قد راح يصير بهاي الحالة؟ يلا جاوبوني اذا انتم وياي. اذا الالمنيوم بالضبط 3 راح يصير، ممتاز راح يصير 3. اذا احنا راح نعتمد على الايون اللي تكافؤ مالته اعلى، ماشي؟ ما نعتمد على الايون اللي تكافؤ مالته يعني اقل. طبعا هو انا ما راح اجيب لكم يعني ما راح اجيب لكم مركب يعني تكافؤ 1 2 و1 3، لا، احنا ما اعقدها عليكم الامور. هو دائما التكافؤ واحد من عندهم 1، والثاني راح يكون التكافؤ مالته لو نفسه 1 لو 2 لو 3. اذا كانوا متشابهين هو نفسه، يعني مثلا مثل ال NaCl، NaCl صوديوم كلورايد اثنيناتهم 1، فاذا تكافؤهم 1، اذا تكافؤهم 1. هسه شلبتولي بسالفة التكافؤ، هسه افتهمتوها لو لا؟ تقريبا ناخذ تكافؤ الموجب اكثر، لان دائما هو اكثر. اوكي، يعني دائما هو راح يكون ادنى اكثر. يلا يعني ما دام فهمتوا حتى ننتقل. اذا 2 و1 هاي بها حسابات، اذا 1 2 و1 3 العفو بالتكافؤ، اذا 1 2 و1 3 هاي بها حسابات، تجمع الموجب ويا السالب وتاخذ المحصلة. فاحنا لا، ما عندنا هيك شيء، ما راح يمر علينا هيك شيء، احنا اللي يمر علينا فقط نفس هذه الامثلة. اوكي، طبعا اعطيكم بالامتحان الفورمولا ويت واللي هو نفس الموليكيولر ويت، انا اعطيكم اياه، انتوا بس حفظوا التكافؤ، كل شيء ما اريد من عندكم. يلا هسه نكمل. زين، هسه نجي إلى مثال آخر. What is the percent weight by volume concentration of solution containing 100 milli equivalent of ammonium chloride per liter؟ هنا طلاب شو يريد من عندنا؟ يريد من عندنا الكونسنتريشن، لكن ما يريده بالمليغرام بير مول، أو يريده بالجرام بير مول، أو هنا رايده بيرسنت. من نقول لكم بيرسنت طلاب يعني معناته شنو؟ من نقول بيرسنت معناتها جرام بير ميت مول، لان انتم ماخذين البيرسنت المفروض. فمن اقول لك بيرسنت ويت باي فوليوم يعني جرام بير ميت مول، جرام بير ميت مول، هاي خلوها ببالكم. اذا هسه هنا وات از ذا بيرسنت ويت باي فوليوم كونسنتريشن اوف سوليوشن كونتيننج 100 ملي ايكوفالنت اوف امونيوم كلورايد بير لتر. يعني احنا اللي عندنا هنا هو 100 ملي اكوفلنت من الامونيوم كلورايد باللتر الواحد، المطلوب هو البيرسنت اللي هو الجرام بير 100 مول. فشلون راح نحلها؟ يجي هنا نطبق الطريقه الاولى مالت المولكيولر ويت. فعندنا المولكيولر ويت
مالت الأمونيوم كلورايد. طلاب باع هنا الأمونيوم كلورايد، باع على المركب الأمونيوم التكافؤ مالته هو موجب واحد، والكلورايد التكافؤ مالته هو سالب واحد. فإذا التكافؤ الكلي إله هو واحد، ماشي. فعندنا المولكيولار ويت اوف امونيوم كلورايد هو 53.5. اذا الاكوفالنت ويت مالته هو نفسه، على اعتبار انه نفس التكافؤ هو واحد، فالاكوفالنت ويت هو 53.5. اذا نرجع نقول 1 ملي اكوفالنت اوف امونيوم كلورايد، 1 ملي اكوفالنت اوف امونيوم كلورايد راح يساوي 1 على الف في الاكوفالنت ويت ايش قد؟ 53.5 جرام. يطلع لي الناتج 0.0535 جرام. اوكي، اذا كل واحد ملي اكوفلنت، عفوا كل واحد ملي اكوفلنت سوالي 0.05 جرام، ماشي. زين، اذا انا عندي 100 ملي اكوفلنت، 100 ملي اكوفلنت، لكن شنو هاي 100 ملي اكوفلنت؟ بير لتر، بير لتر يعني بير 1000 مول، ماشي. اذا ايش راح نقول؟ راح نضرب هذه ال 0.05 راح نضربها في 100، فايش يطلع عندنا الناتج؟ راح يطلع عندنا الناتج 5.35 جرام بير لتر. ليش جرام بير لتر؟ خاف احد يسأل ليش جرام بير لتر؟ لانه احنا شنو عندنا هنا طلاب؟ لان هذا الملي ايكوفالنت ال 100 موجوده، هي هل قد ملي ايكوفالنت بير لتر؟ فالناتج راح يطلع لي اكيد هو جرام بير لتر. زين، انا اريد الناتج مو بالجرام بير لتر، لحد الان ما كمل الحل، احنا نريده بالبرسنت، يعني نريده بالجرام بير 100 مول، فلازم نحوله الى جرام بير 100 مول. فشو راح نحوله بهاي الحاله؟ راح نقول بهاي الحاله ايش راح نسوي؟ سوري، راح نقسمه على يعني نقسم الناتج على 10، على مود شنو؟ حتى نحصل على هل قد جرام بير 100 مول، فقسمناه على 10 فصار 0.535 جرام بير 100 مول، او 0.535%. هي طبعا هذه، اما انه تحولوها بالطريقه مباشره نقسمها على 10، على اعتبار انه اللتر يتحول الى مي الى يعني نحول الى 100 مول انه نقسمه الى 10، او انه نسوي نسبه وتناسب نقول 5.35 جرام بال1000 مول اذا بال100 مول، فراح يطلع عندنا بالنتيجه هو 0.535 جرام. طبعا هنا بالكتاب حلها بس بهاي الطريقه. الطريقه الثانيه اذا انت تقدرون تحلون بيها، اللي هي الطريقه الاسهل، انه تجي مباشره راح تقول انه الجرام بير لتر راح يساوي ملي ايكوفالنت، ايش قد ملي ايكوفالنت؟ 100، تضربها في المولكيولر ويت اللي هو 53.5 على التكافؤ اللي هو واحد، فراح يطلع عندي هذا الناتج 5.35 جرام بير لتر، وبعدين تحوله الى بيرسنت. هسه نشوف اذا احد عنده استفسار. طلاب طلاب وياي، احد عنده استفسار على هذا السؤال؟ الخطوة الأخيرة أعيدها. ليش نقسم على 100 روان؟ إحنا ليش نقسم على 100؟ إحنا هو طلع لنا الناتج بير لتر، أنا أريده بير 100، يعني من أحول شلون هو إيش قد الفرق بين اللتر والمية؟ الفرق بيناتهم هو 0 و 1، اللتر هو 1000 والمية هي 100، فنقسم فقط على 10 وعلى للسهولة، زين نسوي نسبة وتناسب. هسه أعيد بس الخطوة الأخيرة، ماشي تمام. طلاب عيني، هاي الخطوة الأخيرة. الخطوة هسه أنا الناتج طلع عندي بشنو؟ طلع عندي بالجرام بير لتر. ليش؟ لأنه أنا عندي هذا الرقم اللي ضربته هو 100 ملي إكوفالنت بير لتر. زين، أنا ما أريده بالجرام بير لتر، إحنا نريده بالجرام بير 100 مول. ليش؟ لأن أنا كاتبة بيرسنت، ما دام كاتبين بيرسنت إذا إحنا نريده بالجرام بير 100 مول. فشو راح نسوي؟ يا أما إنه نسويها بالتفاصيل، نقول 5.35 جرام، زين، بير 1000 مول، 1000 مول اللي هي لتر، ماشي. زين، اذا 100 مول يعني نسوي نسبه وتناسب، اذا 100 مول فبالنهايه ايش راح يصير؟ راح نضرب 5.35 في 100 على 1000، ف
فإذا إحنا نفس الشيء، يعني كأنما قسمنا على 10، أو مباشرة نقسم الرقم على 10 على مود شنو، حتى نحصل على 0.535 جرام بير 100 مول. يعني ها شغلات حسابات نسبة وتناسب، يعني المفروض ما توقف يومكم، يعني انتم ماخذين هيك شيء وهي رياضيات. يعني هسه احنا هذا اللتر طلاب، اللتر هو ايش قد كم مول؟ هو 1000 مول. ماشي، شلون نحوله للمية؟ شو نسوي لحتى يتحول المية؟ الالف نقسمه على 10، مو الف على 10 يساوي 100. فاذا بما انه هذا قسمته على 10 حتى يتحول الى 100، هذا لازم اقسمه على 10، قسم البسط والمقام، فاذا ايش صار؟ صار 0.535. هذا كل ما في الموضوع، يعني ما بيفد مشكلة. إذا استخدمنا القانون طبعا لازم نحول، طبعا طبعا النسبة من نقول لكم بيرسنت، رأسا من يشوفون كلمة بيرسنت، من يسمعون كلمة بيرسنت يعني بير ميت مول. يعني أنا بالسؤال من أجيب لكم إياه، أنا ما أقول لك بير ميت مول، أقول لك أريد البيرسنت. يعني شنو بيرسنت؟ يعني هل قد جرام بير ميت مول. تمام؟ أوكي نكمل. مثال اللي بعده. A solution contain 10 مليغرام بير ميت مول. هسه عندنا solution منطيل التركيز مالته 10 مليغرام بير ميت مول مال بوتاسيوم ايون، فقط عندي هنا بوتاسيوم ايون ما عندي مركب. Express this concentration in a term of milli equivalent per liter. يعني هسه هنا انا هذا كل السهل اريده بالملي equivalent per liter. ماشي، هو طبعا منطيني 10 ملي جرام بير مل الكونسنتريشن مالته. فنجي هنا احنا بما انه عندنا ذره واحده او ايون واحد، فما راح نقول مولكيولر ويت، راح نقول اتوميك ويت. اتوميك ويت اوف بوتاسيوم هو 39، equivalent weight مالته هو نفس 39، يعني الفالنس مالت البوتاسيوم هو 1. فنيجي نطبق القانون، نقول 1 من الايكوفالنت اوف بوتاسيوم يساوي 1 على 1000 في 39 جرام اللي هو هذا الايكوفالنت ويت، فراح يطلع عندنا 0.039 جرام، ونحوله الى مليغرام. ليش هنا حولناه للمليغرام؟ لانه هو الرقم اللي هنا التركيز اللي موجود بالمليغرام، فحتى نساوي الوحدات ما يصير عندنا اشكال. إذا نجي هنا طلاب راح اشرح، نقول هو يريده بالملي ايكوفالنت بير لتر. راح نقول هنا 10 ملي جرام بير 100 مول اوف بوتاسيوم راح تساوي لي نحولها العفو الى بير لتر. يعني بما انه الناتج، طلاب انتبهوا، بما انه الناتج رايده بالملي ايكوفالنت بير لتر، فلازم اني الوحدات احولها همين هنا بير لتر. فشلون حولتها هنا؟ هاي عكس السؤال اللي قبله، 10 ملي جرام بير 100 مول شلون راح احولها الى بير لتر؟ المية شلون احولها الى لتر؟ اضربها في 10 لانه اللتر هو 1000، مو؟ فشلون راح احول المية الى 1000؟ اضربها في 10. فاذا هنا راح نضرب البسط والمقام في 10، فهذا ايش قد صار؟ 100 ملي جرام بير 1000 مول او بير لتر. فهسه هنا حولناها، تساوت عندي الوحدات، تساوت عندي الوحدات مالت الملي ايكوفالنت ومالت الملي جرام بير لتر. اذا نجي هنا ايش راح نقول؟ راح نقول احنا كل واحد ملي ايكوفالنت حسب اللي طلعناه، كل واحد ملي ايكوفالنت هو ينطيني 39 ملي جرام. ماشي زين، اذا اني عندي 100 ملي جرام ايش قد تنطيني ملي ايكوفالنت؟ هنا بالعكس، فراح نقسم 100 على 39 راح يطلع لي 2.56 ملي إكوفالنت بير لتر. خلينا نرجع لكم شوية نشوف خف صار عندكم إشكال. طبعاً إيه أكيد ينحل أيضاً بالقانون مال ملي إكوفالنت، أيضاً تقدرون تحلوه بطريقة مباشرة جداً. ينحل بالقانون. ليش بالملزمة ما حل بطريقة القانون؟ يعني هو طريقة القانون لأنه هي سهلة، فيعني
اضها عليكم، يعني انه انتم تحلها طريقة القانون. هاي الطريقة شوية بيها خطوات وراد يفهمكم اياها اكثر، لذلك بده يحل اكثر شيء بهاي الطريقة. بدأ الحك على الشات مالتكم. السعيدة السعيدة ما شأني. يعني شنو شو وقت يختلف الوزن المولكيولر ويت عن الوزن المكافئ؟ طبعا يختلف حسب الفيلنس، يعني اذا الفيلنس مالته واحد فالمولكيولر ويت هو نفس الايكوفالنت ويت، وإذا الفالنس مالته أكثر لا فالإكوفالنت ويت راح يساوي مولكيولار ويت على 2، فهذا الاختلاف. فهذا الاختلاف هسه أعيده، أني راح أعيد لكم الشرح مال هذا السؤال. هنا عندنا يقول سوليوشن كونتين 10 ملي جرام 10 ملي جرام بير ميت مول، يعني هذا الكونسنتريشن مالته 10 ملي جرام بير ميت مول. فقط بوتاسيوم، بوتاسيوم ايون اكسبريس كونسنتريشن نريد نحوله الى ملي اكوفالنت بير لتر، فشو راح نحوله الى ملي اكوفالنت بير لتر. فهنا انا حاله بالطريقه مالته اللي هو ده يحل بيها بشكل اعتيادي، راح يقول الاتوميك ويت مالت البوتاسيوم هو 39، بما انه البوتاسيوم الفالنس مالته واحد فالاكوفالنت ويت او بوتاسيوم راح يساوي لنا ايضا 39 هو نفسه. اذا 1 ملي ايكوفالنت اوف بوتاسيوم راح يساوي 1 على 1000 في 39 اللي هي الايكوفالنت ويت بالجرام، يطلع لنا الناتج نحوله الى ملي جرام. احنا هنا ايش نسوي طلاب؟ ايش نحوله بالملي جرام؟ لازم اسوي الوحدات، يعني هنا منطيني الكونسنتريشن بالملي جرام، اذا لازم هذا النتيجة اطلعها بالملي جرام. اوكي، فلذلك هنا صار عندي 39 ملي جرام. اذا هسه ثبت عندي انه كل واحد ملي اكوفالنت من البوتاسيوم، كل واحد ملي اكوفالنت من البوتاسيوم راح ينطيني 39 ملي جرام. اوكي، هاي نخليها على صفحة. نرجع على الكونسنتريشن نفسه هذا اللي هو 10 ملي جرام بير 100 مول، لازم هاي ال 100 مول احولها الى لتر. ليش؟ لانه بالنتيجه رايد النتيجه رايدها بالملي اكوفالنت بير لتر، ماشي؟ فما يصير هذا يبقى 100 مول وهذا لتر، اللتر يعني 1000 مول، وهنا أنا عندي 100 مول، فلازم اوحد الوحدات مالاتي. فشو راح نوحدها؟ احنا عندنا هذه 100 مول نريد نحولها الى لتر، شلون نحولها الى لتر؟ نضربها في 10. ليش؟ لانه اللتر هو 1000 ألف مول، وهاي عندي 100 مول، شلون أحولها؟ أضربها في 10. فإذا بهاي الحالة طلاب، بما أنه المقام راح ينضرب في 10، إذا البسط هم راح ينضرب في 10، فتصير هاي ايش قد؟ تصير 100، وهاي تصير 1000. أوكي؟ فراح يصير عندنا بهاي الحالة 100 ملي جرام بير لتر. زين، نرجع هسه هنا نقول كل واحد ملي إكوفلنت انطانا 39 ملي جرام، مو؟ إذا أنا عندي 100 ملي جرام، إيش قد تعطيني ملي إكوفالنت؟ فبهاي الحالة إيش راح أسوي؟ راح أقسم، نقسم 100 على 39 حتى نعرف كم ملي إكوفالنت عندنا، مفهوم؟ حتى نعرف كم ملي إكوفالنت عندنا. يعني هسه إحنا بالمثال اللي قبله كان يطلب الملي جرام مثلا، يعني كان يطلب إنه الكونسنتريشن مثلا ملي جرام بير 100 مول أو ملي جرام بير مول، يطلبه ويعطينا الملي إكوفالنت هي معلومة. هذا السؤال اللي قبله، لذلك احنا بالنهاية ايش راح نسوي؟ نضرب. لكن اذا انعكس السؤال انطانا الكونسنتريشن والملي ايكوفالنت هي المجهولة، فبهاي الحالة ايش راح نسوي؟ راح نقسم الملي جرام على الملي ايكوفالنت حتى ايش صار ينطينا بهاي الحالة الكونسنتريشن الملي ايكوفالنت بير لتر. لا طبعا حتى بالقانون لازم توحد الوحدات. طبعا بالمناسبة هي هاي ما شغلة توحيد الوحدات مو المفروض اني اشرح لكم اياها، يعني المفروض انتم تعرفوها، يعني المفروض هذه انتم ماخذيها اصلا. اني اشرح لك القانون، اشرح لك شلون تطبقه، بس مال توحيد الوحدات هاي المفروض تعرفوها، هاي رياضيات،
يعني معناتها انتو ما ضابطيها، بس هي كلش سهلة وما يحتاج لها اي شيء. يعني معقولة، يعني معقولة ما تعرفون انه اللتر يساوي 1000 مل، او شلون تحول الميت مل الى 1000 مل؟ يعني هاي كلها شغلات يعني بديهية وسهلة، ما يحتاج لها يعني كل هذا الشرح. فبالنسبة للقانون، اذا تقدر تطبق القانون، نجي هسه اذا اردنا نطبق القانون. خليكم وياي. اذا اردنا نطبق القانون بالنسبة لهذه المسألة، هو عندنا هو رايد شنو؟ رايد الملي ايكوفلنت بير لتر. فنرجع على القوانين طلاب، بهاي الحالة راح نطبق هذا القانون الاول مع الملي ايكوفلنت. يريد ملي ايكوفلنت، زين. الملي جرام موجود عندي، الكونسنتريشن هذا موجود عندي، الكونسنتريشن هو بالملي جرام بير ميت مول اللي موجود عندنا. نخليه هنا نطبقه بالسؤال، ونضربه في الفالنس مالت البوتاسيوم. وعندي بس بوتاسيوم، الفالنس مالته هو 1 على الاتوميك ويت مالت البوتاسيوم، ويطلع لنا. وبعدين نغير الوحدات ونوحد الوحدات، ما بيعيش يعني خطوتين، خطوة قانون وخطوة نوحد الوحدات. فمو معناته نطبق القانون من واحد وحدات، لا، الوحدات لازم بالنهاية تتوحد. اي تقريبا بالغرام دائما. زين، هسه نجي نكمل. نجي عندنا هذا المثال الاخر. How many milli equivalent of magnesium sulfate are presented in 1 gram of anhydrous magnesium sulfate MgSO4؟ فهسه هنا انا شنو اريد؟ اريد الملي كوفلنت، زين. ومنطينا المعلوم هو الكونسنتريشن، او منطينا كمية الانهيدراس مغنيسيوم سلفيت 1 جرام، كميته هي 1 جرام. فهنا نريد الملي كوفلنت. هنا أنا طلاب السؤال عندنا هنا ابسط، لان هنا ما عندي كونسنتريشن، هنا أنا عندي كمية. يعني هو رايد هنا أنا ملي إكوفلنت، لا كاتب بير مول ولا بير ميت مول ولا بير لتر، بس ملي إكوفلنت. ومنطينا الوزن بالجرام، 1 جرام الوزن، أيضا لا بير مول ولا أي شيء. فهنا أنا مباشرة يعني ما يدوخكم هذا المفروض. فعندنا هسه أول شيء نجي إلى المركب، هو MgSO4 مغنيسيوم. طبعا المغنيسيوم التكافؤ مالته هو 2، زين. والاس او 4 طبعا هو ايضا نفسه، يعني هذا موجب 2 هذا سالب 2، فبالنهايه هو التكافؤ 2 راح يصير، وموجود بالجدول. مولكيولر ويت الام جي اس او 4 هو 120، فبما انه التكافؤ مالته 2 فالاكوفلنت ويت راح يكون 60، قسمنا 120 على 2 راح يصير 60. اوكي، نجي نقول 1 ملي إكوفلنت أوف مغنيسيوم سلفيت يساوي 1 على 1000 في 60، 1 على 1000 في 60 جرام اللي هي هذه، فيطلع لنا الناتج 0.06 جرام، واللي هي 60 ملي جرام. إذا نجي هنا راح نقول 1 جرام أوف مغنيسيوم سلفيت، إذا نحوله الجرام يساوي 1000 ملي جرام، فإذا 1 جرام مغنيسيوم سلفيت يعني 1000 ملي جرام. إذا نجي هنا راح نقول هو كل 1 ملي إكوفلنت يساوي لي 60 ملي جرام، مو؟ إذا 1000 ملي جرام شقد ملي إكوفلنت راح يكافئ لي؟ يطلع الناتج هو 16.7 ملي إكوفلنت، 16.7 ملي إكوفلنت. هذه بالنتيجة النهائية. اوكي، طبعا هنا هاي هو حوله للمليجرام، بس انت تقدر ما تحوله ترى، يعني تقدر تصرف بس بالجرامات اللي موجودة. يعني هنا مو كان 60 ملي جرام تخلي 0.06 جرام، 0.06 جرام يساوي 1 ملي اكوفلنت،
ماشي؟ إذا 1 جرام إيش قد إكس تطلع نفس النتيجة، يعني يا أما اثنيناتهم، يعني يا أما هذه اثنيناتهم 0.06 وال1 جرام تبقيهم جرام، أو اثنيناتهم تحولهم إلى مليجرام، ما بيها إشكال. نجي هنا نشوف شنو عندكم. شلون ينحل بالقانون؟ بسيطة. ليش ما يطلع بالقانون؟ لا يطلع. هسه نحل بالقانون. نجي هنا اذا اريد نحل بالقانون، هو يريد الملي ايكوفالنت، مو؟ ف الملي ايكوفالنت حسب القانون هذا اللي اخذناه، ملي ايكوفالنت يساوي لنا، عفوا، يساوي ملي جرام في الفالنس على الموليكيولار ويت، مو؟ فاحنا عندنا المليجرام في الفالنس على المولكيولار ويت، المليجرام عندنا هذا 1 جرام نحوله الى مليجرام، يعني 1000 مليجرام في الفالنس. الفالنس مالته ايش قد؟ 2 في على المولكيولار ويت اللي هو 120، وها هي ينحل مباشرة خطوة واحدة فقط، بس مجرد ما انه يتحول 1 جرام الى مليجرام. نجي هسه الى المثال اللي بعده. How many milliequivalent of sodium would be contained in 30 mole dose of the following solution؟ يعني عندنا هذه الجرعة من هذا الدواء بهذه المواد، زين، عبارة عن داي صوديوم هيدروجين فوسفيت 18 جرام، صوديوم باي فوسفيت 48 جرام، وعندنا الووتر بيوريفايد ووتر عاد الى 100 مول. هذا السوليوشن اللي موجود عندنا، فيريد كم ملي ايكوفالنت من الصوديوم موجوده بال 30 مول of the following solution، يعني يريد كميه الصوديوم ملي ايكوفالنت اوف صوديوم اللي موجوده بال 30، مو بال 100 كلها، فقط بال 30. اوكي، فشلون راح نحل هذا؟ عندنا الصوديوم طلاب موجود مكانين، موجود بهذا المركب الداي صوديوم هيدروجين فوسفيت، وموجود ايضا بهذا المركب اللي هو الصوديوم باي فوسفيت. فننتبه ونركز على طريقة حل هذا السؤال. نجي ناخذ المركب الاول اللي هو الداي صوديوم هيدروجين فوسفيت. داي صوديوم هيدروجين فوسفيت الفورمولا مالته هذه، انتبهوا عليها، الفورمولا مالته هذه Na2HBO4. فالمولكيولر ويت، مولكيولر ويت مالت الداي صوديوم هيدروجين فوسفيت هي 268، 268. الاكوفالنت ويت مالتها 134، ليش؟ لان هنا طلاب هنا عندنا ال HBO4 مالتها التكافؤ هو -2، ماشي، والصوديوم 1، فلذلك مدر نبال للصوديوم اخذنا التكافؤ الكلي اللي هو هذا 2. فهسه المولكيولر ويت مالت المركب كله 268، زين، الاكوفالنت ويت مالته هو 134، يعني قسمناها على 2 فصارت عندنا 134. نجي هنا ايش قد كميته بالوصفه؟ كميته هو 18 جرام، ماشي. فايش راح نقول؟ نقول هاي ال 18 جرام موجوده بال 100 مل، اذا انا اريدها بال 30 ايش قد راح تكون؟ راح تكون 5.4 جرام. اذا اللي احتاجه بال 30 من هاي الماده هي 5.4 جرام اوف داي صوديوم هيدروجين فوسفيت، وين؟ بال 30 مل. نجي نطبق القانون، نقول 1 ملي ايكوفالنت يساوي 1 على 1000 في الاكوفالنت ويت ايش قد؟ 134، 1 على 1000 في 134 جرام راح يساوي 0.134 جرام.
اوكي نحوله الى ملي جرام، فراح يصير عندنا 134 ملي جرام. اذا كل واحد ملي اكوفلنت راح يعطيني 134 ملي جرام. اذا 134 ملي جرام 1 ملي اكوفلنت، ماشي زين. اذا 5400 ملي جرام كم ملي اكوفلنت تنطيني؟ شنو هاي 5400 ملي جرام؟ هذه من هنا جايه، يعني هاي الجرام مباشره 5.4 احولها الى ملي جرام، انه اضربها في الف فطلعت 5400 ملي جرام. يعني هنا وحد الوحدات كلها، يعني لازم هنا هذه ملي جرام ملي جرام، وهذه ملي اكوفلنت ملي اكوفلنت. اذا كم ملي اكوفلنت احنا عندنا من هاي الماده الاولى؟ بالنتيجه طلع عندنا 40.3 ملي اكوفلنت of disodium hydrogen phosphate، طلع عندنا 40 ملي اكوفلنت. اوكي because ملي اكوفلنت value of sodium ion equal to the ملي اكوفلنت value of disodium hydrogen phosphate، فاذا بهاي الحاله الصوديوم الملي اكوفلنت مالته هو 40.3. نجي الى المركب الثاني نفس الطريقه. المركب الثاني هو صوديوم باي فوسفيت، اللي هي 48 جرام بين 100 مول. صوديوم بايفوسفيت الموليكولر ويت مالته 138. هنا عندنا الموليكولر ويت مالته هو نفسه الاكوفلنت ويت، لان التكافؤ مالته راح يكون واحد بهاي الحاله. ف ايش قد راح يساوي؟ راح يساوي الموليكولر ويت مالته والاكوفلنت ويت 138. نيجي هنا كميته بالوصفة شقد؟ 48 جرام. هاي ال 48 جرام بالمئة مول، إذا بالثلاثين مول شقد؟ راح يطلع عندنا 14.4 جرام. هاي موجودة بالثلاثين مول. نيجي هنا نطبق، واحد ملي إكوفلنت يساوي واحد على ألف في 138 اللي هو هذا الإكوفلنت ويت، راح يعطينا الناتج 0.138 جرام، 0.138 جرام، ويساوي 138 ملي جرام، 138 ملي جرام. إذا كل واحد ملي إكوفلنت راح يساوي لي 138 ملي جرام. إذا نجي هنا نقول 138 ملي جرام هي 1 ملي إكوفلنت تكافئ، زين. إذا 14400 ملي جرام ايش قد تكافئ لي؟ كم ملي اكوفلنت؟ منين جاي هاي 14400 ملي جرام؟ جايتنا من هذه 14.4 جرام. اذا ايش قد راح تكافئ بهاي الحاله؟ راح تكافئ راح تصير بهاي الحاله الرقم هو 104.3 ملي اكوفلنت اوف صوديوم بايفوسفيت، اللي هي نفسها مالت الصوديوم. اذا انا بالنتيجه الصوديوم اللي طلع عندي من المركب الأول هو 40.3، واللي طلع عندي من المركب الثاني هي 104. فإذا أنا لازم أجمعهم، فأجمع الصوديوم المركب الأول ويا الصوديوم من المركب الثاني يطلع لي 144.6 ملي إكوفلنت. أوكي هسه أحد عنده سؤال على هذا؟ ليش تكافؤ المركب الأول 2 المركب الثاني تكافؤ مالته 1؟ طبعا يعني المركب الأول بـ HBO4، يعني هسه نرجع عليه لحظة. بالنسبة للسؤال ليش تكافؤ المركب الأول 2 والثاني 1؟ باعوا هذا المركب الأول، هذا الـ HBO4 التكافؤ مالته 2، فلذلك هاي الاثنين المن انطاها؟ انطاها للصوديوم، لأن الصوديوم تكافؤ اشقد؟ 1. فمبينة منا هذا ال HBO4 فوسفيت، فوسفيت، وبالمركب الثاني عندنا باي فوسفيت، فتختلف طبعا موجودة بالجدول. هسه شوفكم اياها، عندنا فوسفيت وعندنا باي فوسفيت. باعوا هسه هذا فوسفيت، هذا فوسفيت التكافؤ مالته 1، ماشي. اما البايفوسفيت فالتكافؤ مالته راح يصير 2. على العموم انتم تعرفونه من المركب، يعني انا اعطيكم اياه، اعطيكم المركب مكتوب. العفو، المركب مبينه، يعني
يعني انا اعطيكم هذا المركب مكتوب يعني بالوصفه من بين بعض. صوديوم اخذت اثنين، من جتها هاي الاثنين؟ جتها لان هذا الايون تكافؤ مالته اثنين، اذا هو تكافؤ اثنين، بينما هذا المركب ال Na ما متاثره، H2PO4 تكافؤ مالتها واحد، وال Na تكافؤها واحد، فالتكافؤ بقى هو واحد نفسه. يعني أنا دا أشرح لكم كيمياء ودا أشرح لكم حسابات صيدلانية، يعني المفروض أنتم تعرفون هاي الأمور طلاب. أني لا لا، الفورميلا مو حفظ، أنا أعطيكم إياها وينحل بالقانون. طبعا تحلوا لي إياها بالقانون، ما بي أي مشكلة، هم سهل تقدرون بالقانون. أي بس مجرد بالقانون تراعي لي إنه توحد لي الوحدات، ينحل طبعا بالقانون. ترى هو سهل، ليش شوف مطول؟ ترى هو كل السهل يعني هسه، بس طلاب يراد هذه المسائل تحلوها بايدكم. من تحلوها بايدكم راح تشوفوها جدا سهله وسلسه عليكم، يعني مو بس شفويا تقراها وهاي هي. اوكي شنو الفايده من الملي اكوفالنت؟ يعني رجاء طلاب ان يسالوني اسئله، يعني أنا حكيت من البداية شنو فائدة الملي إكوفالنت، فماكو داعي هاي الأسئلة اللي مجرد إنه تضيعون بها وقت المحاضرة. أنا حكيت الملي إكوفالنت وشنو فوائده، فرجاء لا تسألوني هيش أسئلة، سألوني أسئلة يستفادون منها البقية، نقدر نسوي بالقانون وبعدين نسبة وتناسب، ماكو مشكلة. هسه نكمل. هسه نيجي طلاب الى، هسه احنا قلنا انه الالكترولايت نقيسها بالملي ايكوفالنت. اكو طريقه ثانيه او اكو وحده اخرى ممكن انه نقيس بها الالكترولايت حسب نظام الاس اي المتريك سيستم، ممكن انه نقيسها بالملي مول او بالمايكرو مول، ملي مولز اند مايكرو مولز. ممكن ايضا انه نستخدمها في قياس الكونسنتريشن اوف الكترولايت، ملي مولز اند مايكرو مولز، نقيس بها الكونسنتريشن اوف الكترولايت. فالملي مول نرمز له بهذا الرمز، هذه ملي مول بير لتر، اوكي، او مايكرو مول بير لتر. فقبل ما نيجي عليها، المول هو شنو؟ طبعا هو شنو المول؟ هم نرجع شويه كيمياء. المول هو المولكيولر ويت اوف سبستانس لكن بالجرام، مولكيولر ويت اوف سبستانس بالجرام. يعني مثلا اذا المولكيولر ويت اوف سبستانس مثلا 40، مثلا اذا 40، اذا هاي الماده كم مول؟ معناتها هاي الـ يعني العفو، المول هو المولكيولر ويت اوف سبستانس بالجرام. فمثلا عندنا هنا اذا هاي الماده المولكيولر ويت مالتها 138، فايش راح نقول؟ نقول المولكيولر ويت 138، اذا الواحد مول يكافئ 138 جرام، يكافئ 138 جرام. فنجي ناخذ هذا المثال عليه، يعني هذه وحده اخرى لقياس الالكترولات اضافه للملي كوفلنت، اسمها عندنا ملي مول وعندنا ايضا المايكرو مول. نجي هنا مثال يقول هاو ماني ملي مولز اوف مونوبيزك صوديوم فوسفيت، المولكيولر ويت مالتها 138، are present in 100 جرام of substance. يعني هاي ال 100 جرام of substance كم ملي مول بيها؟ كم ملي مول بها هاي ال 100 جرام of substance؟ فايش راح نقول؟ نقول المولكيولر ويت مال هاي الماده هي 138، اذا واحد مول شو يكافئ لي؟ يكافئ لي 138 جرام. زين اذا واحد مول كافئ لي 138 جرام، إذا 100 جرام، إذا 100 جرام كم مول؟ يطلع لي 0.725 مول، يعني هاي نسبة وتناسب 0.725 مول. زين بما أنه هو رايد ملي مول ما رايد مول، فإذا بما أنه ملي مول يعني ايش راح نسوي؟ يعني راح نضربها في ألف، المول شلون نحوله للملي مول؟ نضربه في ألف، فيطلع عندنا 725 ملي مول الجواب مالتنا. نجي ناخذ مثال اخر عليه. convert
convert the blood plasma level of 0.5 microgram per mol and 2 microgram per mol of tobramycin المولكيولر ويت مالته 467.5 الى مايكرو مول بير لتر. طلاب عندنا احنا عندنا توبراميسين اللي هو نوع من الانتيبايوتيك موجود فيال موجود بالصيدليات، فاذا بيشنت انطيناه هذا التوبراميسين وقسنا المستوى مالته بالدم زين، فطلع المستوى مالته هو 0.5 مايكروغرام بير مول زين، وطلع عندنا 2 مايكروغرام بير مول هذا البلازما ليفل مالته. فايش يريد من عندنا؟ يريد نحوله من مايكروغرام بير مول الى مايكرو مول بير مول الى مايكرو مول بير مول. طبعا هو حاللكم اياه بهاي الطريقه اللي هي جدا مختصره وما اصور راح احد اخوم بيها، فاني حليت لكم اياه بطريقه اكثر تفصيليه. هذه هي الطريقه الثانيه للحل كتبت لكم اياها. نجي هسه هنا على بالنسبه الى التوبراميسين المولكيولر ويت مالته هو 467.5، اذا 1 مول كل 1 مول من هاي من التوبراميسين راح يساوي لنا 467.5 جرام، كل واحد يساوي 467.5 جرام كل واحد مول. اوكي، بما احنا رايدين بالمايكرو مول اذا كل واحد مايكرو مول راح يساوي لنا 467.5 مايكرو جرام، يعني مجرد حولت هذا المول الى مايكرو مول وبالتالي الجرام يتحول الى مايكرو جرام. اوكي، فنجي هنا 1 مايكرو مول 1 مايكرو جرام 1 مايكرو مول العفو بير اكس راح يساوي لنا 467.5 مايكرو جرام بير 0.5 مايكرو جرام. اوكي، فاذا بالنتيجه راح يصير الاكس راح يساوي لنا هذا الرقم 0.001 مايكرو مول بير مول. نضربه في الف حتى شنو؟ ليش نضربه في الف؟ حتى نحول هذه المول نحولها الى لتر، فنضربه في الف راح يصير عندنا 1.069 مايكرو مول بير لتر. فاذا بالنتيجه فطلع عندنا الليفل الاول هذا حولناه اللي هو 0.5 مايكرو جرام بير مول، طلع القيمة ما تشقد طلع 1.069 مايكرو مول بير لتر. نيجي على الليفل الثاني اللي هو 2 مايكرو جرام بير مول، 2 مايكرو جرام بير مول هم نفس الشيء راح نجي نحوله نقول 1 مايكرو مول. اوكي، 1 مايكرو مول راح يكافئ لنا 467.5 مايكرو جرام، اذا 2 مايكرو جرام ايش قد راح تكافئ؟ اكس، اذا الاكس ايش قد راح يطلع عندنا؟ يطلع عندنا هالقد مايكرو مول 0.004 مايكرو مول بير مول في الف، فبالنتيجه راح يصير عندنا 4.28 مايكرو مول بير لتر. فهمتوا هذا؟ لو أعيده مرة ثانية، إذا نحول من مل إلى أنت المل نادى تحوله إلى لتر، المل تحوله إلى لتر، يعني أنا هو هو بير مل، أوكي؟ أريد أحوله بير لتر، فلازم في الحالة شو أسوي؟ شلون أحوله بير لتر؟ هو المل يعني واحد، واللتر يعني ألف، فلازم نضربه في ألف بهاي الحالة. طبعا يصير تحل، طبعا هذا بيه هواية طرق تقدر تحلها بيه، لان هو رياضيات، يعني اللي زين من عندكم مسيطر يعني كرياضيات يقدر يحلها باكثر من طريقه، ويقدر يعني يطلع بيه نتيجه. اذا تريد تعتمد على المصدر عادي اعتمد على المصدر، ماكو اي مشكله، نقدر نسوي نسبة وتناسب أيضا، ماكو أي مشكلة بالموضوع. بعض الطلاب هو إحنا يعني لو مثلا لو أنا أعطيكم إياه حضوري مثلا مع السبورة أشرحها أكيد راح تفهمونه أكثر مما إحنا هسه نشرحها هيك أونلاين، يعني نكتبه بإيدنا ونحله سوى غير شكل. أعيد لكم إياه
هذا المرة الثانية طلاب، يعني احنا عندنا هذا الدراج توبرامايسين موليكولار ويت مالته 467، عنده 2 كونسنتريشن بالدم 1.5 مايكروغرام بير مول، يريدني احوله الى مايكرو مول بير لتر، يريدني احوله الى مايكرو مول بير لتر، هو بير مول يريدني احوله الى بير لتر. فش راح نسوي احنا اول شيء؟ اول شيء نحول، نقول كل واحد مول، كل واحد مول من هاي المادة يساوي 467.5 جرام، هذه ثابتة. ليش؟ لأنه 467.5 جرام هذه شو تمثل طلاب؟ هذه تمثل المولكيولار ويت، فكل واحد مول راح يساوي 467.5 جرام. اوكي، اذا نجي نحول، بما انه الاجابة رايدها بالمايكرو مول، اذا واحد مايكرو مول راح يساوي لنا 467.5 مايكرو جرام، يعني كأنما هو شنو المول، المول شلون نحوله المايكرو جرام؟ احنا شو نسوي؟ هو المول كم مايكرو مول؟ المفروض يساوي لنا 1 × 10^6 مايكرو مول، وهذا هم نفس الشيء. فاحنا مباشرة بما انه هذا المول سوينا مايكرو مول، فالجرام ايضا يتحول الى مايكرو جرام. فاللي راح يصير شنو هنا عندنا طلاب؟ بما انه نقول كل واحد مايكرو مول، حسب هذا كل واحد مايكرو مول زين ينطينا 467.5 مايكرو جرام، حسب هذا الناتج، مو ينطينا 467.5 مايكرو جرام، مو زين. اذا 0.5 مايكرو جرام ايش قد تنطينا مايكرو مول؟ منين جبنا هاي 0.5؟ جبناها من السؤال. فاذا ايش قد راح تنطينا هذه؟ اذا طلع الناتج عندنا هو هذا الرقم، ينطينا هالقد مايكرو مول بير مول. ماشي، نضربه في الف، هذا يعني نضربه في الف حتى يتحول عندنا الى هالقد مايكرو مول بير لتر. بالنسبه الى التركيز الثاني هم نفس الشيء، نقول كل واحد مايكرو مول هو 467.5 مايكرو جرام. اذا 2 مايكرو جرام ايش قد؟ 2، هاي ايضا جبناها منه، فراح يطلع عندنا الناتج هلقد مايكرو مول بير مول في الف، ويطلع بالنتيجة هو 4.28 مايكرو مول بير لتر. هذه الطريقة الثانية، وتقدرون تحلوها بطرق أخرى أيضا ويطلع الناتج نفسه، لأن هنا ما عندنا فد قانون ثابت، عندنا مجرد نسبة وتناسب وتحويلات. نيجي هسه إلى الموضوع الأوزمولاريتي. طلاب بالنسبة عندنا إلى موضوع الأوزمولاريتي، طلاب بعدين نحكي عن أسئلة المصدر، خلينا هسه نكمل المادة وبعدين نحكي عن أسئلة المصدر. زين، نجي هسه إلى الأوزمولاريتي. اوزموتيك بريشر، كلكم سامعين بالاوزموتيك بريشر اللي هو الضغط التناضحي. اوزموتيك بريشر is proportional to the total number of particles in solution، يعني ايش قد عندنا بارتيكل بالسوليوشن ايش قد الاوزموتيك بريشر يكون اعلى، يكون عالي. They are used to measure osmotic concentration is the milliosmol is milliosmol. فاذا احنا شنو الوحده اللي نقيس بها الاوزمولاريتي؟ نقيسها بوحده اسمها milliosmol، نقيس بها الاوزمولاريتي. فمثلا فور ديكستروز اللي هو يعتبر نان الكترولايت، فور ديكستروز which is نان الكترولايت، العفو، فور ديكستروز اي نان الكترولايت 1 ملي مول، 1 مليمول of dextrose represent 1 ملي اوزمول. يعني بالنسبة للمادة، المواد اللي هي نان الكترولايت، النمبر اوف مليمول مالتها هو نفسه النمبر اوف ملي اوزمول، لأن ما عندي نان ديسوسيشن، فعندي هي مادة وحدها. فإذا هنا طلاب نقول for dextrose بما انه هو نان الكترولايت، فكل واحد مليمول راح يساوي لنا 1 ملي اوزمول. This relationship is not the same with electrolyte. لكن إذا كان عندنا electrolyte الوضع عندنا هنا راح يختلف. However, because the total number of particles in solution depend on degree of dissociation of substance in question. إذن هسه نتفق على أنه
إذا كانت المادة نن الكترولايت، فالنمبر أوف ملي مول هي نفسها النمبر أوف ملي أوزمول. لكن إذا كانت المادة هي نن الكترو عفوا إذا كانت المادة هي الكترولايت، لا راح يختلف الموضوع. ليش؟ لأنه راح يصير عندي ديسوسيشن، والديجري أوف ديسوسيشن راح تختلف. فبهاي الحالة راح يصير عندي كل واحد ملي مول، مثلا عندي صوديوم كلورايد، 1 مليمول اوف صوديوم كلورايد راح ينطيني 2 ملي اوزمول، ماشي؟ يعني مو مثل الدكستروز، الدكستروز 1 مليمول انطاني 1 ملي اوزمول. لكن بالنسبة إلى الصوديوم كلورايد، 1 مليمول انطاني 2 ملي اوزمول. ليش؟ لأنه صوديوم كلورايد تحلل إلى صوديوم واحد وكلورايد واحد، فواحد ملي اوزمول للصوديوم وواحد ملي اوزمول للكلورايد، فالنتيجة هي 2 ملي اوزمول of total particles. أيضا مثال آخر، مثل الكالسيوم كلورايد، كالسيوم كلورايد كم بارتيكل بي؟ بي 3، ماشي؟ فإذا 1 ملي مول راح ينطيني 3 ملي اوزمول. ليش؟ لأن عندي كالسيوم وعندي 2 كلورايد، عندي كالسيوم وعندي 2 كلورايد، هذه total number of particles. اوكي، القانون مالتنا الملي اوزمول، هذا القانون تحفظوه عيني طلاب، هذا نطبقه احنا دائما في حساب الملي اوزمول. ملي اوزمول بير لتر يساوي لنا الويت بالجرام بير لتر على المولكيولر ويت بالجرام، انتبه للوحدات هنا، الويت ان جرام بير لتر على المولكيولر ويت بالجرام في النمبر اوف سبيشيز في الف. ايش نقصد بـ number of species؟ يعني مثلا اذا صوديوم كلورايد ايش قد number of species راح يكون؟ 2. اذا كالسيوم كلورايد ايش قد number of species؟ راح يصير 3، يعني عدد الايونز اللي موجودة عندنا. اوكي، a distinction also should be made between osmolar. طبعا احنا عندنا osmolarity وعندنا osmolality. الاوزمولاريتي يعني هي الملي اوزمول of solution per liter، والأوزمولاليتي لا، هي الملي أوزمول أوف سوليوت بير كيلو جرام، هذا الاختلاف اللي بيناتهم. زين، إذا كانت عندي ديلوت أكويا سوليوشن راح يكونون متساويين الأوزمولاريتي والأوزمولاليتي. طبعا أكو جهاز نقيس بيه الأوزمولاريتي نسميه هو الأوزموميترز، أوزموميتر هو موجود نقيس بيه الأوزمولاريتي. نيجي هنا ناخذ مثال على حساب الأوزمولاريتي. هسه احنا نقيس الأوزمو عفوا ناخذ المثال. زين، هسه المفروض احنا حفظنا، المفروض نحفظ القانون حتى رأسا نطبقه، اللي هو هذا ملي اوزمول بير لتر يساوي لنا الويت اوف سبستانس على المولكيولر ويت، الويت بالجرام بير لتر على المولكيولر ويت في النمبر اوف سبيشيز في الف. فنجي هنا هاو ماني ملي اوزمول ار ريبريزنتد ان لتر اوف 0.9% صوديوم كلورايد. اذا هنا بيقول كم ملي اوزمول موجوده باللتر من هاي الماده الصوديوم كلورايد سوليوشن. عندي صوديوم كلورايد سوليوشن، هذا اذا سامعين بيه المغذي مالت الصوديوم كلورايد يسموه المالح، التركيز مالت الصوديوم كلورايد بيه هو 0.9%، 0.9. يعني شنو 0.9%؟ يعني 0.9 جرام بير 100 مول. هاي المفروض ماخذين انتم بموضوع البرسنت، يعني 0.9 جرام بير 100 مول، فيريد كم ملي اوزمول موجوده بلتر من هذا. فشو راح نحسبه؟ نجي هنا على هنا طلاب، هم عندنا طريقتين، يا اما عندنا طريقة القانون اللي هسه انا ذكرته واللي هي ايضا طريقة سهلة، او هذه الطريقة الثانية. خلينا نشوف شلون يحلها بالطريقة الثانية. الطريقة الثانية ايش يقول؟ يقول المولكيولر ويت مالت الصوديوم كلورايد هو 58.5، ماشي؟ مولكيولر ويت 58.5. نجي 1 مليمول من الصوديوم كلورايد يساوي 58.5 ملي جرام، يعني احنا ايش قلنا؟ نرجع على المول، قلنا المول يساوي الموليكيولر ويت بالجرام، مو صحيح؟ يعني 1 مول من الصوديوم كلورايد يساوي 58.5 جرام، مو؟ وواحد ملي مول اذا سويناه ملي مول يعني يساوي 58.5 ملي جرام. فكل 1 مليمول طلاب من الصوديوم كلورايد
ايش قد راح ينطيني؟ ينطيني 2 ملي اوزمول. ليش ينطيني 2 ملي اوزمول؟ يعني عندي 2 بارتيكل، عندي صوديوم، صوديوم وعندي كلورايد، ماشي؟ زين، نجي هسه هنا احنا شنو عندنا؟ عندنا 0.9%. هاي 0.9% يعني 0.9 جرام بير ميت مول. زين، نجي نضربها في الف. هنا اول شيء اذا ضربناها في الف في 0.009 راح يصير عندنا 9 جرام او 900 ملي جرام صوديوم كلورايد بير لتر. يعني هسه هاي 0.9 يعني متاكده هاي راح يوقف عندكم، لان انتم احسكم ضعيفين بهاي بشغله التحويلات. 0.9 جرام بير ميت مول، شلون نحولها الى بير لتر؟ يعني بير لتر يعني شنو؟ يعني بير الف مول، صحيح لو لا؟ اذا للسهوله ايش راح نسوي؟ راح نضرب البوينت 9 ونضرب المية في 10، المية راح تصير ألف اللي هي لتر، والبوينت 9 راح تصير 9، يعني تصير 9 جرام بير لتر، 9 جرام بير لتر. أوكي، نيجي هسه هنا نقول 58.5 ملي جرام. هاي 58.5 ملي جرام هي كافأت لي 2 ملي أوزمول، 2 ملي اوزمول، ماشي؟ زين، اذا 900 ملي جرام ايش قد كافأت لي؟ يطلع لي الناتج بهالطريقه. هاي الطريقه الاولى طلاب، يعتمد مسوي بيها نسبه وتناسب. زين، يعني يقول انه اول شيء 1 ملي مول من الماده ايش قد يكافئ، وبعدين يسوي نسبه وتناسب، ماشي؟ الطريقه الثانيه طريقه القانون، هذه انا سويت لكم اياها، هاي مباشره. ايش راح يقول؟ عندنا الملي اوزمول بير لتر يساوي الويت اوف سبستانس بالجرام بير لتر. احنا الويت بالجرام بير لتر طلع لنا 9 جرام، 9 يطلع لنا 9 جرام بير لتر على المولكيولر ويت 58.5 في نمبر اوف سبيشيز ايش قد؟ 2 في الف، يطلع لنا بهالشكل. يعني هذا اختصر لنا الحل بخطوه واحده فقط، اللي هي نفسها هذه. اوكي، انا اشوف هاي اسهل مالت القانون، يعني ما اعرف انتو شنو رأيكم بالموضوع، خلي اشوف ملاحظاتكم، مو صح؟ القانون جدا سهل، كل السهل وما يعقد الامور، بس اريدكم تضبطوا لي شغله واحده يا طلاب، اضبطوا لي تحويلات، تعرف شلون تحول من جرام بير ميت مول الى جرام بير لتر او بالعكس، هاي لازم تضبطوها طلاب بالحسابات الصيدلانيه، ماشي؟ نجي هسه ناخذ مثال، اتصور هذا اخر مثال عندنا، اي اخر مثال عندنا بس طويل، انتبهوا طلاب وياي على هذا المثال. Calculate milli equivalent of sodium, potassium and chloride. طلاب بعض عندنا هذه الوصفه، عندنا هنا ديكستروز اللي هو شنو؟ اللي هو شنو ديكستروز؟ نون الكترولايت، اوكي؟ عندنا صوديوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد، وعندنا ووتر. فايش اريد هنا؟ اول شيء اريد طبعا هذا جامع لك الملي ايكوفلنت ويا كلها بسؤال واحد، ويا الاوزمولاريتي بسؤال واحد. فايش رايد هنا؟ رايد ايش قد ملي ايكوفلنت؟ كالكوليت ملي ايكوفلنت الصوديوم، بوتاسيوم، عندي كلورايد. هسه اول شيء رايد ملي ايكوفلنت للصوديوم، ورايد للبوتاسيوم، ورايد للكلورايد، هذا المطلب الاول. بعدين رايد الملي مول للديكستروز، هذا اول واحد. وبعدين رايد الاوزمولاريتي مالت هذا الفلويد كله. فهسه راح نجي على وحده وحده، نجي هسه على الملي ايكوفلنت. ملي ايكوفلنت اوف صوديوم، نجي على الصوديوم كلورايد، ماشي؟ هنا انا همينا حاله بالطريقه اللي هو يعني الطريقه الاولى، نقدر نحلها طريقه القانون. Molecular weight of sodium chloride ايش قد؟ 58.5. الايكوفلنت ويت مالته اكيد هو نفسه لان التكافؤ واحد، فيقول واحد ملي ايكوفلنت من الصوديوم كلورايد راح يساوي واحد على الف في 58.5. اذا طلع كل واحد ملي ايكوفلنت من الصوديوم كلورايد راح يكافئنا 58.5 ملي جرام، ماشي؟ زين، اذا انا عندي ايش قد صوديوم كلورايد؟ عندنا 4.5 جرام، ماشي؟ 4.5 جرام، ايضا بما انه انا حولتها للملي جرام فهاي هم احولها للملي جرام. 4.5 جرام اضربها في الف 4500 ملي جرام. اذا نقول كل واحد ملي اكوفلنت
راح ينطيني 58.5 ملي جرام. إذا 4500 ملي جرام إيش قد ينطيني؟ إكس. إذن الناتج بالملي إكوفلنت هو 76.9. طبعا طلاب هاي 76.9 ملي إكوفلنت أو 77 هاي للصوديوم، واللي هي نفسها المن للكلورايد. اوكي، لان قلنا الملي اكوفلنت الصوديوم نفس الملي اكوفلنت للكلورايد لان نفس المركب. اوكي، بس طلعنا الملي اكوفلنت للصوديوم للكلورايد. اول شيء نيجي على البوتاسيوم، نفس الحكي راح نقول المولكيولر ويت او بوتاسيوم كلورايد 74.5، الاكوفلنت ويت مالته هو نفسه، فنقول 1 ملي اكوفلنت او بوتاسيوم كلورايد يساوي 1 على 1000 في 74.5، ينطينا بالنتيجه 74.5 ملي جرام. كل 1 ملي اكوفلنت تنطاني 74.5 ملي جرام. نيجي ايش قد هو كميته بالوصفه؟ البوتاسيوم كلورايد 1.49 جرام، لازم احوله للملي جرام يعني اضربه في 1000، فهنا هذا حولته للملي جرام صار 1490 ملي جرام. كل واحد ملي اكوفلنت ينطيني 74.5 ملي جرام. اذا 1490 ملي جرام ايش قد يعطيني ملي اكوفلنت؟ انطاني 20. هاي ال 20 ملي اكوفلنت هي للبوتاسيوم وايضا للكلورايد. ماشي، اذا بالنتيجه الصوديوم طلع 77 ملي اكوفلنت، ماشي، البوتاسيوم طلع 20، الكلورايد ايش قد طلع؟ الكلورايد بما انه طلاب تنتبهون، بما انه الكلورايد موجود هنا اسمه الصوديوم كلورايد وموجود هي البوتاسيوم كلورايد، فلازم اجمع الملي اكوفلنت مال هذا المركب للكلورايد ويا هذا الملي اكوفلنت حتى يطلع لي التوتال ملي اكوفلنت مال الكلورايد. فهنا 77 طلع لنا بالمركب الاول، وبالمركب الثاني 20، اذا الملي اكوفلنت اوف كلورايد يطلع 97 ملي اكوفلنت. هسه حلينا المطلب الاول، المطلب الثاني رايد شنو؟ رايد الملي مول اوف ديكستروز. ديكستروز هو نون الكترولايت، شغلته سهله، فايش راح نقول؟ المولكيولر ويت مالت الديكستروز 180، فبما انه هو نون الكترولايت فواحد ملي مول من عنده، واحد ملي مول طبعا هو من الديكستروز راح يساوي لنا 180 ملي جرام، اللي هو نفس المولكيولر ويت بس بالملي جرام. اوكي، احنا عندنا 50 جرام من الديكستروز نحولها الى ملي جرام تصير 50000. فايش راح نقول هنا؟ نقول كل واحد ملي مول، كل واحد ملي مول من الديكستروز يكافئ لي 180 ملي جرام. اذا 50000 ملي جرام فكم ملي مول؟ 277. بس طلعنا الملي مول اوف ديكستروز. نيجي على الاوزمولاريتي نحسبها بالنهايه. الاوزمولاريتي طلابي اما انه طبق القانون هذا الاخير اللي اخذناه على كل وحده من عندهن من هاي المركبات اللي موجوده بالوصفه وتطلعها، او تقدر مباشره، او تقدر مباشره ايش راح تقول؟ نجي على الديكستروز، بما انه الديكستروز هو نون الكترولايت فالنمبر اوف ملي مول يساوي الملي اوزمول، فعندنا الملي مول ايش قد مالته؟ 278، هو 1 بارتيكل فهو نفسه الملي اوزمول 278. الصوديوم كلورايد طلع ايش قد ملي ايكوفلنت؟ 77. ماشي، بما انه هو عنده 2 بارتيكل فمجرد ما انه نضربها في الملي ايكوفلنت راح يطلع لنا الملي اوزمول، او تقدر تطبق القانون وهم يطلع نفس الناتج. اما بالنسبه الى البوتاسيوم كلورايد هو 20 ملي اكوفلنت بما انه 2 بارتيكل فتضربها فراح يطلع عندنا 40 ملي اوزمول، نجمعهم كلهم سوا حتى نطلع التوتال ملي اوزمول للوصفه. اوكي، هسه احد عنده سؤال على هذا؟ شلون نعرف انه هنا الكترولايت؟ مبين انا يعني ذكرت لكم اياها، هي الدكستروز موجوده بس اللي موجوده بالمحاضره، اليوريا الدكستروز الجلوكوز هي هاي نان الكترولايت. اوكي، هي هاي نان الكترولايت.
طلاب، ترى هو السؤال ليش هو طويل؟ ترى هو جدا سهل، بس انتوا لين اول مرة دين شرح لكم. هسا من راح تقروه راح تشوفوه كلش سهل، يعني مو انهم تدوخون بيه، يعني وبي اكثر من طريقة يعني للحل، فما بي اي مشكلة. تريدون بالنسبة للملي اكوفلنت وبالنسبة للاوزمولاريتي بس مثلا تحفظون القانون وتطبقوه، انا ما عندي مشكلة، بس المهم يعني انه اضبطون ان شاء الله بترسبون، ان شاء الله كلكم بتنجحون. طلاب عيني، حتى قبل لا ينتهي الوقت وحتى انزل لكم رابط الحضور عيني. بالنسبه للاسئله مالت التشابتر هي مطلوبه، وهي كلها مو اصعبه من اللي شرحت لكم اياها هنا، يعني كلها هي على يعني مستوى نفس مستواها واقل من مستواها. اوكي، ف بالنسبة لكم يعني مطالبين يعني بيها هذه الأسئلة مالت الشابتر، يجوز يجي من عندها ويجوز يجي مثلا على نمطها. ف يعني إذا تريدون مثلا لو أكو وقت كان عادي أنا يعني حتى أحللكم من هاي الأسئلة مالت الشابتر، بس وقت ماكو. إذا أنتم تريدون مثلا تحددوا لي فد يوم يعني نلتقي بيه أونلاين هنا على الإف سي سي ونحل بيه أسئلة، أيضا ما عندي مانع، فبكيفكم. يعني احنا شو نقلل منها؟ هي كلها يعني اكو أسئلة متشابهة يا طلاب، اي هاي آخر محاضرة، اكو أسئلة متشابهة يعني موجودة بالشابتر متشابهة، وانتو اي سؤال تحتاجوه كتبوا لي على الكلاس، كتبوا لي على الكلاس، انا موجودة بالكلية دوني يعني وجه لوجه، يعني تسألوني ماكو مشكلة. باكر موجود ان شاء الله، يعني ان شاء الله اني احل لكم اسئله المصدر. عاد انتم شنو شغلكم اذا اني احل لكم اسئله المصدر؟ لا يعني طلبوا شغلات منطقيه. طلاب عيني، يعني اتمنى يعني تكونوا استفاديتوا من المحاضره، هي صحيح طويله كانت، وبس يعني ان شاء الله عندكم مجال انه تقروها، واني موجوده ومستعده لاي سؤال، مستعده انه اشرح لكم، موجوده بالكليه يوميا، وموجوده ايضا اذا تريدون على الاف سي سي ايضا نلتقي، اذا شغلات مفاهميها ايضا نشرحها، بس تحددوا لي وقت، وشكرا جزيلا لكم. This session is no longer being recorded.